وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا برنامج بالعقل والمنطق مع الإعلامي محمد فيصل. وزي ما عودنا حضراتكم ان احنا هيكون معانا كل حلقة ضيف ونموذج مصري مشرف من النماذج المشرفة. ضيف حلقتنا النهاردة هو ضيف متخصص في دراسة اللغة العربية والخط العربي والنحو في جميع المجالات، وليه أكثر من شهادة في هذا المجال، وطبعا فيديوهات انتشرت بشكل واسع جدا وكبير جدا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وحققت ملايين من نسب المشاهدات في جميع أنحاء العالم. وهو ضيف حلقتنا النهاردة أستاذ كريم. أهلا بك أستاذ كمير سمير، خريج كلية دار العلوم جامعة القاهرة. أهلا بك أستاذ كريم. أهلا بحضرتك. عامل أستاذ كريم؟ الحمد لله، نحمده ونشكر فضله على كل نعم. شكرا أن أنت لبيت دعوتنا وجيت النهاردة، وأنا عارف أن أنت يعني في مشاغل كتيرة وفي حاجات كتيرة، بس أهلا وسهلا بك أستاذ كريم مرة تانية، وندخل في موضوعنا على طول. أستاذ كريم، أستاذ كريم عايزك تكلمنا عن خبراتك وتجاربك في المدارس الخاصة تحديدا. يعني هو الكادر التعليمي عامة، أنا اشتغلت في كذا مدرسة خاصة، في أكتر من 4 مدارس أنا اشتغلت فيهم، بس أنا هذكر مدرسة أو 2 منهم. في مدرسة اسمها مدرسة مكة المكرمة الخاصة. مدرسة مكة المكرمة الخاصة دي كان فيها بعض المشاكل زي الإمكانيات ما كانتش متوفرة، بس هي كانت إدارة ناجحة جدا والطلاب فيها مستواهم كويس، بس الإمكانيات يعني الإمكانيات اللي هي الموارد اللي أنا بستخدمها في العملية التعليمية، موارد التكنولوجية، الأدوات اللي هي مستخدمة في العمليات التعليمية ما كانش متوفرة أكتر حاجة، بس في طلاب عندهم حلم وفي طلاب عندهم عقلية كويسة وكده. بالظبط يا أستاذ محمد، بس هو الإمكانيات، فطبعا أنا ما وقفتش عند النقطة دي، ابتديت إن أنا أستعين بإمكانيات وموارد خارجية. موارد خارجية بالظبط، وإن أنا أستعين بيها في العملية التعليمية بتاعتي، لأن أنا عندي اعتقاد إن المدرس الشاطر هو اللي يقدر ينجح بأقل الإمكانيات. بالضبط. مش أكبر الإمكانيات كمان، لا بأقل الإمكانيات. صح. فابتديت اللي انت تدخل امكانيات خارجيه للمدرسه، وابتديت اللي انت تطور مجال شغلك. بالظبط يا استاذ محمد. وكان في برضك مدرسه تانية انا اشتغلت فيها، مدرسه اسمها مدرسه الراهبات الفرنسيسكانيات بالاسماعيليه. طبعا مشهوره جدا، من اشهر المدارس على مستوى الجمهوريه. تكنولوجي فيها عالي. بالظبط، شاشات عرض، شاشات تاتش، ممكن ان انا اعرض اي ملف مثلا باوربوينت على الشاشه. وامكانيات يعني فوق الخيال في مدرسه الراهبات. طب استاذ كريم، بما انك بتدرس اونلاين وبتستخدم التكنولوجيا كتير في مجال التعليم سواء اللغه العربيه او مجال الخط، يعني انا متابع حضرتك على وسائل التواصل الاجتماعي، محقق نسب مشاهده كبيره ومعاك طلاب اصلا من خارج مصر اونلاين وبتاع، انا عايز اعرف من حضرتك يعني استخداماتك للتكنولوجيا في المجال او الاونلاين، يعني بتستخدمه ازاي او بيفيدك ازاي وبيفيد الطالب ازاي؟ هو يا استاذ محمد، انا كان نقطه انطلاقي مدرسه الراهبات الفرنسيسكانيات، كما ذكرت كان فيها طبعا موارد تكنولوجيا، فانا ابتديت ان انا فتره الكورونا ان انا استغل الموارد دي واعمل فيديوز على اليوتيوب واساعد الطلاب اللي هي ما بتحضرش في المدرسه، فمن هنا ابتديت ان انا اعمل قناه كبيره واتفوق في النحو والخط العربي، ويبقى ليا طلاب اشتغل معاهم اونلاين خارج مصر، والحمد لله يعني ربنا اكرمني في النقطه دي وتميزت فيها. استعنت بالباوربوينت، استعنت بالوايت بورد، السبوره التباشير شرحت عليها خط، طبعا الطريقه التقليديه اللي كلنا اتعلمنا بيها. بالظبط، بس هي كانت عجباني الفكره ان انا اشرح خط على السبوره التباشير، فكانت دي حاجه يعني بالنسبه لي تبقى تكتب كده بيبقى الكتابه اصلا ليها شكل وطعم تاني. بالظبط، لان هي حتى الموضوع الكتابه بالتباشير النقطه دي يعني اختفت. طبعا في بعض اليوتيوبرز بيستخدموها دلوقتي، بس هي اختفت الكتابه بالتباشير، فانا عجبتني الفكره دي وابتديت ان انا اشتغل تطورها وترجع التراث القديم تاني ونرجع لايام زمان بقى. بالظبط. طب استاذ كريم، انا عارف ان التعليم عن طريق السوشيال ميديا او وسائل التواصل بيبقى جاف شويه، فيعني ما بيبقاش فيه احتكاك بين الطالب وبين المعلم، فانت ازاي بتحفز الطلاب وازاي بتحسهم ان هم يهتموا بالماده دي مع ان المواد يعني العربي من يعني اصعب لغه في العالم زي ما حضرتك عارف؟ اللغه العربيه يعني اقوى لغه كمان. بالظبط، وحروفها كتيره ومعانيها ومضامينها وكل الكلام ده، يعني ازاي بتحفز الطلاب في الحته دي بالذات؟ هو تحفيز الطلاب بيتم على جانبين، جانب نفسي وجانب مادي، او مثلا زي الجانب المادي زي ان انا ادي الطالب مثلا شهاده تقدير او ان انا اجيب له هديه. الجانب النفسي ان انا ادعمه نفسيا، اقول له انت مستواك كويس، لما يغلط ما اقولوش انت غلطت، لا اقول له فكر في الاجابه الصح. بالظبط، ما بينلوش ان هو يعني مستواه قليل وسط الطلاب، احاول ان انا ما احرجهوش، اللي انا اشر له على الخطا بتاعه بدون اللي انا اجرحه او ابين فشله او عدم
ثقته في نفسه بالظبط، لان ده ياثر عليه بعد كده فيما بعد، هتنعدم ثقته بنفسه ومش هيقدر ان هو يواصل العمليه التعليميه. صح. فالمفروض يكون دور المعلم مختلف عن كده. كمان المعلمين بيتبعوا مع الطلاب الطريقه اللي هي مثلا انا ممكن اضرب الطالب او كده، لا انا ما بتبعش الاسلوب ده خالص، انا بدعم الطالب من جميع النواحي وبتكرمهم طبعا في تكريم او بالظبط، بوعده ان انا هجيب له هديه او جايزه لو هو اتفوق معايا، هينزل اسمه معايا على اليوتيوب بالظبط، اللي هو في شهادات تقدير او كده حاجه زي كده بالظبط. غير ان انا شغلي طبعا منظم، انا عامل نظام للشغل، اي طالب بياخد معايا دوره او كورس ان انا اضيفه لسته بتاعت الطلاب. زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه يا جماعه، دول طلاب، احد طلاب تكريم طلبه احد المدارس للاستاذ كريم، وحاجه مشرفه جدا بصراحه. طب استاذ كريم، انت عارف طبعا ان النحو يعني تقيل قوي، نحو تقيل قوي على الطلاب حتى في السن الصغير، فانت ازاي بتسهل الماده العلميه دي اللي انت تتلقنها للطفل بطريقه بروفيشنال وطريقه اللي هو يحبها؟ يعني انت، انا وانا صغير النحو ده انا كنت يعني تقيل عليا، فهل في طرق جديده او اساليب جديده اختلفت عن زمان ان انت تتلقن الطالب الاسلوب كويس؟ هو الخطا اللي بيقع فيه المعلمين ان هم لما بيجوا يعلموا النحو بيعتمدوا على ملكه الحفظ، لا هو بيعتمد على ملكه الفهم، وان انا ايه افهم واطبق، افهم تمام. القاعده واطبق عليها، صح، ما اقفش عند الحفظ، لان الحفظ ده اسلوب يعني غير قديم. بالظبط، لا بالذات في النحو، يعني النحو لازم يكون في ملكه الفهم والتطبيق، ودايما انا بقول للطلاب كده لازم تفهم وتطبق على القاعده، يعني افهم الاول القاعده وبعد كده انت طبق عليها، صح، عشان تقدر ان انت بعد كده ايه تواصل ان انت تبقى في النحو ايه مستواك كويس وتتحسن، ما تعتمدش على الحفظ. هو النحو عامة يعني أنا بحس إن هو يعني الطالب بيبقى فيه بينه وبينه نظام استتقال، أو اللي هو منهج صعب، أو بيحس إن هو فيه مضامين يعني وبيعتمد على المدرس أو كده. يعني إيه دور المدرس في تلقين الطالب النحو بشكل يعني ليه تأثير، ولا هو في عقل بيفهم نحو وفي عقل ما بيفهمش نحو؟ لا طبعا دور المعلم ليه تأثير كبير على الطالب، يعني ان هو يبسط ويسهل النحو، ما يحسش الطالب ان النحو ده حاجة صعبة او حاجة تقيلة، لا يحسسه ان هو حاجة كويسة، ولازم انت يبقى عندك استعداد ان انت تتعلم النحو، يكون عندك طولة بال، تحب اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، لان الطالب لما بيتعلم النحو كويس بيقدر ان هو يعني يلقن او يقول يتكلم اللغه العربيه بطريقه كويسه، يقدر يقرا القران الكريم باسلوب كويس. بالظبط. وبعدين ويبقى يعني عنده مخارج كمان، النطق عنده طالعه صحيحه، وبيعرف ان هو يتكلم لغه عربيه فصحى. واسلوب الشرح طبعا، احنا ممكن تعرضوا لنا طريقه شهود زي ما حضراتكم شايفين استاذ كريم وهو بيشرح على البورد للطلاب بتوعه وبتاعه. وطبعا انا عايز اقول ان اللغه العربيه يعني هي لغتنا الام، وهي اللي بتعبر عن ثقافتنا، وهي اللي بتعبر عن يعني كم المعلومات اللي معانا، وهي يعني القران نزل باللغه العربيه، فده يعني يعني ده يدي العربية اهميه كبيره قوي للغه العربيه. يعني انا لما بشوف شباب اليومين دولت اللي هم بيخلطوا بين اللغه الانجليزيه واللغه العربيه، اللي هو يدخل في بعض الكلمات بحيث ان هو يظهر بشكل يعني احسن، او من وجهه نظر ان هو بيظهر بشكل مش عارف ستايلنج ومش عارف ايه والكلام ده، فانا بشوف ان الكلام ده طبعا يعني كلام خاطئ، واللغه العربيه المهمه وحاجه مهمه يعني. طب ايه راي استاذ كريم في تطور المناهج اللغه العربيه خصوصا في المرحله الابتدائيه؟ يعني انت شايف الموضوع ده ازاي؟ بص يا استاذ محمد، هو اللغه العربيه الفتره اللي فاتت الوزاره قامت بتطويرها بشكل كبير وشكل ملحوظ وشكل ممتاز جدا، يعني بقى يعتمد اللغة العربية عندنا في المناهج الجديدة على مثلا الفهم والتطبيق. كان الأول الطالب كان يحفظ النص، كل الاعتماد على الحفظ، أنا لازم أحفظ، لا دلوقتي في فهم، في تطبيق، في موضوعات هادفة. بالضبط، الأسلوب الحديث اللي يعني الدول أوروبا متبعاه، اللي هو تركنا بقى موضوع الحفظ والتكرار، بدأنا في موضوع التجربة والعمل وأرض الواقع، يعني ده المناهج اللي هي مركزين برضك على جزئية الإنتاج والعمل، بحيث إن الطالب بيطلع يبقى عنده رغبة إن هو ينتج للمجتمع أو يبقى أيدي عاملة. وربطوا كمان المناهج بنماذج مشرفة أو نماذج يعني عملية بالضبط ناجحة مشرفة، فكان ده يعني حاجة كويسة جدا للطلاب. طب هو فريق الإعداد حاليا بيقول إن احنا معانا مداخلة تلفزيونية للأستاذ محمد أمين يونس، مدرس لغة العربية مدرسة اليابانية الإسماعيلية، وصديق أستاذ كريم في المجال التدريسي. ألو، السلام
السلام عليكم. عليكم السلام. ازاي حضرتك استاذنا؟ عامل استاذ محمد عامل ايه؟ الحمد لله بخير طول ما انتم بخير ان شاء الله. اخبار ما عليك ايه يا باشا؟ الحمد لله. ازاي حضرتك وازاي حضرتك استاذ كريم؟ الحمد لله بخير استاذ محمد. منور الدنيا كلها. الله يكرمك ويعزك يا حبيبي. الله يكرمك يا حبيبي. يا رب دايما كده في رقي دايما يا رب. اللهم امين يا حبيبي. اللهم امين. استاذ محمد انا عايزك تكلمني اكتر عن استاذ كريم، يعني هو شهادته في نفسه مجروحه، فانا عايزك يعني تعرفني. هو بدايه استاذ كريم اخونا استاذ كريم استاذنا استاذ كريم، بدايه هو خريج كليه دار العلوم بسم الله ما شاء الله، جامعه القاهره، حاجه كبيره جدا طبعا، دبلوم التربيه عام جامعه قناه السويس. ده غير ده كله استاذ كريم بسم الله ما شاء الله اشتغل في العديد من المدارس في اسماعيليه، وكان ليه اثر في كل مدرسه بيخش فيها بسم الله ما شاء الله. غير كده صفحته الصفحه المعروفه في اسماعيليه كلها وفي بره اسماعيليه، صفحه اللغه العربيه لغه الضاد بسم الله ما شاء الله. المتابعين بتاع الاستاذ كريم يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يجعلهم في زياده دايما. غير كده بيعجبني في الاستاذ كريم دايما، استاذ كريم من ساعه لما عرفته واشتغلت معاه في تطور. الكلام ده مش بقوله عشان استاذ كريم قدام حضرتك، لا انا متابعه دايما وبشوف الشغل بتاعه، وخاصه بسم الله ما شاء الله شغله الاونلاين وخاصه الخط العربي بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا ممتازه جدا، والطلاب بتوعه موجودين في كل مكان، والطلاب بتوعه على الصفحه بتاعته وشهادات. انا ملاحظ بتاعته. انا ملاحظ ان استاذ كريم يعني وسائل التواصل الاجتماعي بتاعته يعني فيها تكدس كتير من الطلاب واولياء الامور، والناس كلها بصراحه بتتابع فيديوهاته بتستفيد. سواء اي حد بيفكر عندنا في الخط اول حاجه بيرجع كريم، لان في مدرس خط ما يقدرش ياثر في الطالب بالظبط، ما يوصلش لنتيجه كويسه مع الطالب. استاذ كريم قريب جدا من الطالب، بيقدر يوصل مع الطالب لنتيجه كويسه. غير كده بيقدر كمان يوصل مع الناس الكبيره اللي في كليات التربيه والناس اللي متخرجه اللي هي عاوزه تحسن خطها، بيوصل معاهم لنتيجه طيبه جدا. غير اسلوبه السهل الشيق الجميل في شرح اللغه العربيه وفي شرح النحو، غير كده اهتمامه باللغه العربيه نفسها، هو مكدس وقته كله للاهتمام بحاجه واحده، للاهتمام باللغه العربيه، ازاي لغه تكون محبوبه، ازاي لغه تكون سهله، ازاي لغه تقدر توصل للطلاب بطريقه سهله بالظبط. وانا لسه بقول لاستاذ كريم يعني ان اللغه العربيه هي لغه الام، ان الناس كلها بتعتمد عليها، وان القران نزل باللغه العربيه، وده تقديسا لمكانه اللغه العربيه ومكانتها طبعا. اي حد بيعلم اللغه العربيه يعتبر من العلماء، او يعني له مكانه كبيره في حياتنا. احنا من زمان عندنا عقده من اللغه العربيه، عقده من النحو، عقده من الاسلوب الثقيل، عقده من مدرس اللغه العربيه بتاع زمان. انا بشوف استاذ كريم دايما ان هو بيحاول يوصلها بطريقه سهله، بيحاول انه يكون قريب من الطلاب، بيحاول يعرفهم ان اللغه العربيه دي لغه سهله جدا، وخاصه كمان بعد تطور المناهج عندنا الابتدائي ومناهج الثانوي والاعدادي في الطريق ان شاء الله، مع اسلوب الاستاذ كريم مع التطور اللي حصل، يعني الصراحه يعني الطلاب ربنا يا رب يزيد الاستاذ كريم ويجعله دايما من الناس المهتميه او المهتمين باللغه العربيه. يا رب يا استاذ محمد، واحب اشكرك استاذ محمد على المداخله التليفونيه الجميله دي، واستاذ كريم طبعا عايز اشكرك بنفسه. شكرا استاذ محمد على الكلام الجميل اللي انت قلته ده، ربنا يكرمك يا رب ويزيدك ويوسع عليك يا رب يا حبيبي. امين يا رب. استاذ كريم انا عايز اعرف ايه سر حبك في الخط العربي، يعني انا شفت اعمالك الخطيه يعني بسم الله ما شاء الله، يعني انت بتكتب بالقلم يعني افضل من اي بورده، يعني خط ممتاز جدا. ايه اللي حببك في المجال ده؟ يعني المجال ده زي ما انت حضرتك عارف ان هو ابتدى اللي هو ينقرض شويه، يعني انا شايفك مواظب عليه وحبه وبتعلمه الدول العربيه وفي مصر وطلابك بالعكس. الفن يعني الفن الخط العربي لازم يبقى اعلى حاجه عندنا، لان هو من الفنون الراقيه والفنون الجميله، زي فن مثلا الرسم ده لازم يبقى حاجه هي الاساس. وانا الخط العربي يعني بالنسبه لي هو اساس شغل، يعني انا عندي بسم الله ما شاء الله اكتريه الشغل اقبالا هو الخط العربي، سواء في مصر او بره مصر. طبعا كان بدايه اجتهادي في الخط العربي ان انا كنت بشوف فيديوهات على اليوتيوب وبقلد اللي بيشرح وبحاول ان انا اتعلم
وبرضك اطور من نفسي واشتغل على نفسي. كان الموضوع ده كان بقالي 3 سنين في موضوع ان انا اطور من نفسي في الخط العربي بالظبط. ابتديت ان انا اشرح على الوايت بورد، ابتديت ان انا اشرح على الورق، ابتديت ان انا اشرح على السبوره التباشير دايما. فحبيت المجال واندمجت معاه وكده يعني بالظبط. دايما بحاول ان انا انوع في اسلوبي او كل شويه ان انا اغير واعمل حاجه جديده. طب استاذ كريم، انا عارف ان انت بجانب تدريسك للغه العربيه والخط العربي والنحو ان انت برضو اديب وعندك اعمال ادبيه وكتب وكده، واخر كتاب ليك يعني انا متابع ان في كتاب باذن الله هيصدر كمان شهر بكتير قوي اسمه اسرار لغه الضاد، وهو هيسهل عمليه التعليم التعليم الخط والنسخ والكلام ده. فانا عايزك تكلمني كده عن الكتاب ده وفكره الكتاب وازاي جبت وقت. بص يا استاذ محمد، هو فكره الكتاب بتاع الخط عندي يعني فكره طول شرحها. هو كان بدايه عندي انا في طريقه انا ابتدعتها في ان انا اعلم الخط للاولاد، ان مثلا احنا عندنا في اللغه العربيه 28 حرف ابجدي. تمام. بدايه من حرف الالف. صح. انا باخد مثلا حرف الالف وبكتبه مع ال 27 حرف بالترتيب، وبجيب كلمات من المعجم اللغوي برضك بالترتيب على الدرس، وبتبع بقى هذا الاسلوب في مثلا يعني مثلا بعد كده في درس مثلا ايه الباء والتاء والثاء والنون والجيم والحاء والخاء في درس لوحده، الدال والزال في درس لوحده. يعني انت كتابك مفسر لكل حرف من اللغه العربيه على حده بطريقه اللفظ وطريقه استخدامه واماكنه الصحيحه واخطاء المستدامه، الكلام ده كله يعني انت مقسم الكتاب بتاعك اللي هو لتفسير اللغه العربيه بالظبط بجميع حروف. اللي عايز يتعلم خط انا عندي الكتاب ده يعني في طريقه ممتازه جدا في تعليم الخط انا كنت شغال بيها على اليوتيوب، فقلت يعني بدل ما الفكره دي موجوده في الفيديوهات بس ليه انا ما اعملهاش كتاب يفيد بالظبط حاجه ملموسه. بالظبط. فابتديت انا برضك استخدمه في شغل يعني مش بالزبط. الجانب ده بس بدل ما استخدم معجم من الخارج او قاموس خارجي فانا عندي كتابي وعندي اعمالي. انا عندي في الكتاب كلمات ثلاثيه بالترتيب الابجدي من المعجم لكل درس لوحده، يعني الالف مثلا، بعد كده الباء والتاء والساء والنون والياء الجيم والحاء والخاء، الدال والزال في درس، الراء والزاي في درس، السين والشين عملها في درس. ايوه جميع الحروف يعني هو شامل. طب انا بحب اوجه رساله لجميع المشاهدين يا جماعه، يعني توجهوا الى اماكن بيع الكتاب وباذن الله اسبوع وهينزل، اسمه اسرار لغه الضاد للاستاذ كريم سمير. يعني ارجوكم توجهوا واشتروا الكتاب ده، وبصراحه يعني انا شايف ان هو هيضيف لكم بتاع استاذ كريم بقى. انا عايز الكتاب ده اسرار لغه الضاد هينزل في معرض الصاوي، معرض ساقية الصاوي بالزمالك ان شاء الله، يبقى موجود من يوم الحد اللي جاي ده لغايه يوم السبت القادم ان شاء الله. تمام. طب استاذ كريم، انت طبعا انت احنا لسه خارجين من مرحله الثانويه العامه، تمام، وطبعا سمعنا ان في طلاب، الطالبه اللي كان عايزه تنتحر والطالبه اللي كانت عايزه مش عارف تعمل ايه واللي قصت شعرها واللي 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 واللي. استاذ كريم اتعامل ازاي مع الطلاب بتوعه الخريج الثانويه العامه بعد مثلا ما جابوا درجات مش حابينها او كده؟ انت بتتعامل كاستاذ معاهم ازاي؟ يعني بتقول لهم ايه؟ والله انا دايما بقول للطالب يعني كل اللي يجيبه ربنا ليك كويس، ما تزعلش، الكليه دي مش اخر المطاف، انت ممكن في اي وقت بتغير الكارير بتاعك عشان تنجح. بالظبط. احنا عندنا في مصر يعني المواطن بيشتغل حاجه واتنين، مش بيشتغل حاجه واحده يعني، وممكن ينجح في مجاله اللي هو يدخله، دي حاجه بتاعت ربنا، فكل اللي يجيبه ربنا خير. وطبعا انا بوجه برضك الكلام لولي الامر ان هو ما يضغطش الطالب نفسيا، يعني دايما يبقى واقف في صف الطالب مش يضغطه يعني. صح. وانا برضو اوجه رساله لجميع الطلاب والتلاميذ الثانويه العامه ان الحياه ما انتهتش، يعني مش معنى ان انا كنت ناوي على هندسه ودخلت تجاره يبقى انا كده خلاص فشلت او كده، لا، انت ممكن ربنا كاتب لك حاجه في تجاره يعني اكبر من اللي انت كنت هتشوفها في هندسه، والحياه ما وقفتش، وخد كورسات وطور نفسك. وعلى فكره يعني محدش بيبقى راسم حياته وعايز يخش هنا او هنا وبتيجي معاه كده دايركت، لا، لازم بتقع وتقوم وتروح وتيجي. وبرضه رساله للاولياء الامور، يعني ما تحسسوش اولادكم ان هم يعني فشله او ان هم ما حققوش رغباتكم في الالتحاق بكليات القمه كالطب والهندسه والكلام ده، لا لا لا، مفيش الكلام ده. يعني الموضوع يا جماعه يعني توفيق من عند ربنا وتسهيل، وممكن ربنا شايل له حاجه كويسه جدا في الكليه اللي هو دخلها، ايا كان بقى هو جاب 50 جاب 60 جاب 70 جاب 80، اهم حاجه اللي انت تحسسه اللي انت سبورتنج في ظهره، وما تحسسهوش اللي انت فشلت وخلاص والحياه انتهت، لا لا، لسه الحياه طويله ان شاء الله. استاذ كريم انا عايز
اعرف من حضرتك يعني، يعني انا عارف ان انت خريج زي ما ذكرنا دار علوم جامعة القاهرة، يعني هل انت كنت حابب المجال ده ولا هو جه معاك كده؟ يعني انت كنت حابب المجال ده، الكلام ده لطلاب الثانوية عامة، يعني انا عايز افهم ان استاذ كريم يعني دخلت في المجال ده وتفوقت فيه جدا وعليك اعمالك على اليوتيوب و و و و، هل انت كنت الكارير ده انت عايزه ولا هو القدر؟ هو بصراحة يعني طرح. أنا كنت من أشد أعداء اللغة العربية يعني خالص بالظبط، وكان هو اللغة العربية كان هي أقل حاجة عندي يعني، يمكن في الدرجة بتاعتها كمان في الثانوية العامة. بس أنا لما عرفت إن في كلية زي كلية دار العلوم بتطلع يعني كادر كويس في مادة اللغة العربية وحد متمكن في اللغة العربية، فأنا دخلت الكلية واتفوقت فيها يعني انت وحبيتها. اصلا خلصت ثانوية عامة وكنت بتكره العربي وما كنتش والنحو أعرف كمان إن كلية وبتشارك دار العلوم دي يعني لغة عربية وطبعا كمان كان يعني. في دماغك حاجة تانية اللي انا اخش هندسة او وما جبتش مجموع عالي بالظبط. فدخلت كلية دار العلوم وطبعا اتفوقت وربنا كرمك بقيت استاذ كبير في اللغة الحمد يعني. لله نحمده ونشكر فضله على فانا ذلك. عايزك بقى الكاميرا معاك تقول كلمة لطلاب الثانوية العامة، يعني تحكي لهم من يعني انا هو يا جماعة الموضوع جه معايا كده ازاي وبتاع. انا بوجه كلمه لطلاب الثانويه العامه، بقول لهم يعني ايا كان الكليه او ايا كان المجال اللي انتوا هتدخلوه فهو مش نهايه المطاف. يعني انا كمدرس لغه عربيه، انا مش شغلي اساسي برضك مدرس لغه عربيه وبس. احنا عندنا في مصر بنشتغل كذا حاجه، مش الحاجه اللي انا داخلها دي هي يعني نهايه العالم. وممكن انت تدخل الكليه اللي انت عايزها وتنجح، ربنا يكتب لك فيها النجاح، بس طول الوقت لازم تكون حامد ربنا على النعم اللي هو بيديها لك. يعني اللي بيجيبه ايا ربنا ليك. كان ايا كان بالظبط. يعني انا يعني انت يعني انت فاجئتني بصراحه ان انت اصلا ما كنتش حابب المجال ده بس مشيت فيه وكان ربنا كاتب لك فيه رزق وشهره وخير الحمد لله. طب استاذ الحمد كريم لله رب العالمين. نصيحتك للطالب ازاي يختار المدرس بتاعه؟ يعني انت تنصحه بايه يعني هو تختار الموضوع في الاول وفي الاخر ارتياح نفسي. يعني مش بالظبط؟ معنى ان الطالب ارتاح للمدرس ان هو يعني مدرس طب، او معنى ان هو مش ارتاح له يبقى هو المدرس ده مثلا ايه، لا مش مدرس، لا بالعكس. هو كل طالب في مدرس ارتاح له وفي مدرس ايه ما ارتاحلوش بالظبط كده. بالظبط. فانا اشوف المدرس اللي هو عنده اسلوب بيشدني، يعني ان انا ايه اسلوبه بفهم منه، يعني بيوصل لي المعلومة باقصر الطرق. بالظبط لازم يبقى فيه راحة نفسية بينه وبين الاستاذ. طب استاذ كريم الكاميرا معاك، عايزك تقول كلمة يعني تدعي الناس للكتاب بتاعك، كلمة أخيرة كده ندعي الناس لكتاب أسرار لغة الضاد كتاب بسيطة كده. أسرار لغة الضاد إن شاء الله هيكون في معرض ساقية الساوي في الزمالك إن شاء الله، من أول يوم الحد لغاية يوم السبت اللي بعد منه الحد القادم ده إن شاء الله. وكل واحد يعني حابب يتعلم خط بطريقة ممتازة أو طريقة رائعة، أتمنى إن يتابع هو الكتاب ده يجيب الكتاب ده ويستفاد منه، لأن أنا عامله الهدف الأساسي إن أنا ده يبقى علم يعني متوارث أو حد ان يعني شاء الله ينقله عني الاقبال على إن شاء الكتاب يبقى في السماء ان شاء الله. وكده يا استاذ كريم انا كنت سعيد جدا بالحلقه مع حضرتك، الله. أنا أسعد أخويا. والساده المشاهدين كده يبقى وصلنا لاخر حلقتنا، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله يوم الاربعاء القادم الساعه 4:30 مع الاعلامي محمد فيصل على شاشه قناه الصحه والجمال. عمتم في مساء خير، السلام عليكم.